يعني ماتشين نكسبهم ناخد البطوله، بس هو بقى عايز يكسب الاربع ماتشات. ومش كده بس كمان، لا ده بيبقى قاعد بيفكر في البطوله اللي بعديها. كابتن حمدي الصافي من الناس اللي ما بتنامش، ومن الناس اللي هي دايما عندها طموحات لبطولات اكتر. يعني عايز اقول لكم انه انا يعني سابقا كان معايا كان ضيف، وكان بطوله افريقيا كنا بنغطيها في تونس والنادي الاهلي خسرها. عايز اقول لكم ان كابتن حمدي الصافي في التليفون في تونس قال لي: يا كابتن احنا بنوعدكم افريقيا السنه الجايه ناخدها. قلت له: يا كابتن احنا فين والسنه الجايه فين؟ طب قال لي هو كده: انا هفكر في السنه الجايه ومش هنام ومش هبطل شغل لما السنه الجايه بطوله افريقيا تيجي. ولما خد بطوله افريقيا وشرفني في الاستوديو، انا فاكر كويس قوي، قال لي: يا كابتن هيثم انا زي ما وعدتك وفيت، او زي ما وعدت جماهير النادي الاهلي وفيت. الحقيقه الحاجات دي بتبين معدن المدير الفني او معدن الاهلاوي اللي ما بيبالش ابدا بالمركز الثاني. طبعا لما اقول الكلام ده كان لازم يبقى كابتن حمدي الصافي معانا على التليفون. كابتن حمدي الصافي طبعا نجم مصر والنادي الاهلي في الكره الطائره ومدير فني فريق سيدات الطائره. اهلا بحضرتك يا كابتن حمدي. ده كابتن هيثم، ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشنا جدا جدا جدا. منور طبعا، وضيفك النجم منور معاك طبعا. والله انا طبعا يعني ما كانش ينفع اتكلم عن الكرة الطائرة سيدات ولا حتى رجال، لأن حضرتك طبعا نجم كبير جدا وأسطورة من أساطيرنا في كل مكان. أخباركم يا كابتن وأخبار الاستعداد إيه؟ والله الحمد لله، إحنا شغالين طبعا بعد العودة الأجازة الطويلة ديت الحجر الصحي اللي كنا فيه 4 أشهر. طبعا الموضوع كان صعب جدا، رجعنا ابتدينا تدريبات واحدة واحدة، واللعيبة ابتدت يعني تخش شوية في الفورمة بتاعتها يعني. طب كابتن حمدي، أنتوا لسه بتتمرنوا في أهلي مدينة نصر بتهيألي، ولا بدأتوا على فترات تبتدي تخشوا الصالة الصغيرة يعني أو صالة الشهداء؟ بتاع وزارة الشباب والرياضة احنا ابتدينا ندخل من الأسبوع اللي فات الصالة. ده حسب بروتوكول وزارة الشباب يعني. تمام طب تمام. طب كابتن طمنا، في إصابات؟ في بتعاني من أي مشاكل مع فرقتك، ولا الحمد لله القوة الضاربة كلها موجودة؟ الحمد لله كل القوة الضاربة موجودة، واشتغلنا الفترة الأولانية لياقة بدنية طبعا فترة طويلة، أول أسبوعين ثلاثة كان لياقة بدنية، بحيث إن احنا اللعيبه تبتدي ترجع تقف على رجليها تاني، لان الفتره كانت طويله الحقيقه، فكنا لازم نبتدي تدريجي، نخش الرياضه البدنيه تدريجي، وبعد كده دخلنا الصاله تدريجي، فكل الشغل طبعا تدريجي واحده واحده، عشان طبعا اهم حاجه عندنا طبعا سلامه اللعيبه دي كواحد. طبعا الاهلي طبعا واخد باله من الحته دي قوي بالاجراءات الاحترازيه اللي عملها طبقا لاكواد الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه، وهو كمان النادي الاهلي مزود حاجات كثيره في الاجراءات صحيح بتاعته. صحيح. فطبعا دي اهم حاجه عندنا صحه اللعيبه. تاني حاجه الاصابات طبعا ديت واخدين بالنا جدا ان الاحمال بتاعتنا تبقى متدرجه، وبطريقه ان احنا الحمل بتاعنا ما يبقاش عالي على اللعيبه، وفي نفس الوقت نوعيه التدريبات كمان اللي بناخدها دلوقتي ان هي ترجع اللعيبه بسرعه بدون اصابات. طب كابتن، طبعا حركه الطيران رجعت مع بعض الدول اللي احنا طبعا المحترفه بصفوف النادي الاهلي، يا ترى رجعت يعني انضمت للفريق ولا لسه؟ لا الحقيقه احنا عندنا في الكره الطايره للاسف مش هترجع باولا، لان هي عادها انتهى بموضوع كورونا ده، كان خلاص اتفقنا ان احنا ننهي عادها بالتراضي، وان شاء الله باذن الله يعني دلوقتي بنبحث عن محترفه جديده تكمل معانا المتبقي من الموسم الماضي والموسم الجديد باذن الله. طب يا كابتن، كنا سمعنا ان حضرتك بتفكر يعني ده برضو يبقى تصريح لينا ان حضرتك ترجع اللعيبه الاوكرانيه اللي كانت مع حضرتك السنه اللي فاتت، هل ده في تشيلينكوفا؟ هل ده كان في حساباتك او بتخطط فيه او يمكن بتفكر فيه في الفتره القادمه؟ اكيد طبعا احنا بنتفرج على فيديوهات للعيبه كثيره، ومنهم اللعيبه الاوكرانيه كانت بتادي اداء كويس جدا. صحيح. مع النادي الاهلي في الفتره اللي هي لعبتها مده موسمين، حققت معانا 7 بطولات، ولكن احنا بنبحث دايما الافضل للنادي الاهلي، فلو لقينا الافضل طبعا اكيد هنتعاقد. كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات الكره الطائره، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنشكر حضرتك على المجهود المبذول مع الفريق ومع يمكن كل البنات حتى اللي بعد العوده الطويله دي، طبعا اكيد مجهود تشكر عليه يا كابتن حمدي.